كتاب السنكسار هو كتاب في كل الأحداث الهامة اللي حصلت في قديم الزمان من الكنيسة الأولى لحد دلوقتي، وفيه كمان كل قصص أبائنا الشهداء والقدسين، علشان زي ما الكتاب بيقول ننظر إلى سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. والآن مع برنامج السنكسار اليومي زي النهاردة. بسم الآب والآب والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 21 كيان، أنتوا حفظتوا كل مرة بنقول 21، يعني النهاردة بنتشفع بالعذراء. كل يوم 21 بنشوف كده الصورة الحلوة اللي بنحطها في البيت العذراء ونحط قدامها شمعة نقول يا عذراء النهاردة بنتذكر يوم يحتك، يوم ما بقت ثابت الأرض وطلعت السماء وبقت شفيعة في السماء زي ما كانت شفيعتنا وهي على الأرض. فعرس قنا الجميل كانت شفيعة، وفي أوقات كتيرة كانت وهي مع المسيح كانت بتشفع فينا، تشفع فينا في السماء. النهاردة كمان استشهاد القديس برنابا. القديس برنابا أحد السبعين رسول، وكان رفيق بولس رسول في الرحلة الأولى وافترقوا في الرحلة الثانية. لكن الحقيقة القديس برنابا أحد القديسين اللي احنا مش بنديهم حقهم قوي، لكنه هو أحد القديسين الكبار اللي الكنيسة استنارت بتعليمه في عصر الرسل. كلمة برنابا دي الاسم اللي الرسل ادهوله. برنابا يعني ابن الوعظ أو ابن التعزية، مش أي وعظ، الوعظ المعز يعني كلام التعزية. وسموه كده لأنه كان حينما يتكلم كان يجعل المستمعين قلوبهم تتعزى، فسموه برنابا ابن الوعظ أو ابن وعظ التعزية. لكن هو اسمه الأصل يوسف من سبتلاوي، وكانت عيلته هاجرت نتيجة وقت اليونان لما كانوا دخلوا اليهودية ودمروا واضطهدوا اليهود. هو عيلته سافرت راحت قبرص وقعدوا هناك، وعيلته كانت من العائلات الغنية جدا. وبعدين لما كبر شوية هو في السن، والده كعادة كل اليهود اللي في المتشتتين اللي بره يعني يبعتوا أولادهم يتعلموا الناموس والشريعة في اليهودية، بس مش أي أولاد، ده لما يكونوا من عيلة غنية زي بالظبط شاول الترسوسي أو بولس الرسول من ترسوس. ترسوس دي حي ناحية سوريا كده، لكن هو والده برضه بعته عشان يتعلم على قد غمالائيل. الشيء بقى الغريب جدا ان هو كان في نفس المرحلة بتاعة غمالائيل لما اتعلم شاول الترسوسي، يعني هو كان زميل يوسف اللي هو برنابا وشاول كانوا زمايل تحت تعليم غمالائيل المعلم المشهور اللي هو وقت ما كانوا مجمع اليهود عايز يضطهد التلاميذ والرسل، قال لهم لو من ربنا هيسكت، لو مش من ربنا هيمشي. غمالائيل كان انسان مستنير وكان في العصر بتاع السيد المسيح. اتعلم يوسف في الفتره دي
وفي الفترة دي كمان كان السيد المسيح موجود، سمع كلام المسيح وآمن بالمسيح، والسيد المسيح اختاره من ضمن 70 رسول. تلاحظوا لو منكم نتابع أخبار الآباء الرسل اللي أنا حكيتها قبل كده واللي هحكيها كمان، تجدوا أن كتير منهم ربنا يسوع اختارهم كانوا من بره اليهودية وبره أورشليم، كتير منهم، علشان ربنا كان قاصد أنهم يتلمزوا على أيديه فترة وجوده في 3 سنين كآباء رسل، وبعدين يرجعوا لأوطانهم يقدروا يكرزوا بما رأوه وما سمعوه. عشان كده برنابا أو القديس يوسف كان من ضمن الناس اللي سمعوا وشافوا المسيح، وأخذوا موهبة الشفاء للسيد المسيح مع الرسل، وأرسلهم أمامه إلى كل مدينة وقرية كان مدمع أن يذهب إليها زي ما قال في لوقا 10. وبعدين نال نعمة الروح القدس مع التلاميذ يوم 50، وبعدين قعد في اليهودية شوية، وبعدين التلاميذ ودوه أنطاكيا. بس هو لما حصل بقى إنه بولس رسول كان في دمشق وتعلم وآمن وقعد 3 سنين في أنطاكيا، تقابل مع بولس الرسول وسمع الكلام بتاعه، فأخده وراح لآباء الرسل وقال لهم ده كان شاول الترسوس اللي بيضطهد الكنيسة، لكن أنا عارفه كويس دلوقتي بقى إنسان مسيحي أنا عشت معاه. فهو اللي قدمه للرسل. متخيلين بولس الرسول العملاق الكارز العملاق ده اللي قدمه للرسل كان برنابا، عشان كده كانوا أصدقاء. الكنيسة أرسلتهم الاثنين لأنطاكيا مرة تانية، وده بعد ما حصل موضوع التشتيت، هتلاقوا الكلام ده في أعمال 11. لما حصل التشتيت بعد اضطهاد اليهود بعد رمي استفانوس الشهيد الكنيسة الأول، ودوه أنطاكيا علشان مسيحيين كتير راحوا أنطاكيا، وقعدوا كرزوا مع بعض في أنطاكيا، وبعدين راحوا وقتها طرسوس، وحصلت المجاعة اللي هي في وقت كلوديوس قيصر من سنة في حدود أواخر الأربعينات، حصلت مجاعة، فبرنابا وبولس الرسول لموا فلوس من مسيحيين أنطاكيا وراحوا أورشليم قدموها للكنيسة وللفقراء. وعندها الروح القدس قال للتلاميذ افرزوا لي برنابا وشاول لخدمة الأمم. وفعلا الكلام ده تلاقوه في أعمال 13، الآباء يقول لهم صاموا وصلوا ووضعوا الأيادي عليهم وأرسلوهم حسب أمر الروح القدس أن يكونوا كارزين للأمم. ابتدى بقى بولس الرسول وبرنابا الرسول يكونوا هم كارزين الأمم، واخدين زي ما قال بولس الرسول يمين الشركة، وخرجوا في رحلة تبشيرية أولى. ابتدوا يخططوا أن هم يكرزوا العالم الأمم بقى. هيبتدوا منين؟ هيروحوا أنطاكيا، ومن أنطاكيا هيتحركوا ناحية جزر البحر المتوسط، وبعدين يتحركوا تركيا جزر البحر المتوسط أوروبا، ويوصلوا لأقصى أوروبا، ودي كانت منطقة الأمم المتحضرة، لأن الآباء رسل تانيين راحوا بقى منطقة أمم تانية ما كانتش لسه متحضرة. يعني هنا يكرزوا الأمم هنا معناها إنهم يواجهوا الفكر الفلسفي ويواجهوا حضارات العالم المتحضر. راحوا وقتها لقبرص، ده كان موطن برنابا الرسول، فكان يقدر ان هو يقدر بسهولة انه يكرز ويلقى اصدقائه وعيلته موجودة هناك. وبعدين منها راحوا الى بافوس دي حتة جنب قبرص، ومن هناك اتقابلوا مع واحد والي المنطقة دي الروماني اسمه سيرجيوس بولس، فهو كان راجل فيلسوف وبيحب الفكر فدعاهم. وعندها كان في واحد اسمه عليم الساحر. عليم الساحر ده وقف وقاوم أقوالهم جدا، فوقف قدامه شاول الترسوس بولس الرسول وقال له يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ الآن هو ده الرب تكون عليك، تكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. وعندها عمي هذا الساحر، الساحر ده كان بيبهر المنطقة دافوس كلها بسحره، فلما فقد قوته قدام بولس الرسول وبرنابا، الوالي سيرجيوس آمن بالمسيح وتعمد
وصارت أول كنيسة في المنطقة دي. الكلام ده تلاقوه في أعمال 13. سابوا بافوس بعد ما اطمنوا على الكنيسة وراحوا بنفيلية. وفي بنفيلية بقى كان معاهم لما راحوا في الرحلة الأولى كان معاهم ماري مرقص. في بنفيلية ماري مرقص قال إنه عايز يرجع أورشليم تاني، فرجع أورشليم. أما بولس وبرنابا فكملوا، راحوا انطاكية بسيدية وقعدوا وعظوا في مجمع اليهود واضطهدوهم اليهود هناك. وبعدين راحوا بعد كده بلد تانية اسمها أيقونية، وبعدين اليهود اضطهدوهم برضو. اضطهدوهم معناها ايه؟ انهم كرزوا. كان في مؤمنين او اليهود ما يلاقوا ان في ناس امنت بالمسيح يجروا علشان يضربوهم ويجلدوهم، فيروحوا سايبين قبل ما يتقتلوا، يروحوا سايبين مكان يروح حتة تانية. يوعزوا برضو يؤمن، يسيبوا ناس بتؤمن، يحطوا اليد، يعملوا أساقفة وكهنة ويأسسوا كنيسة ويروحوا مكان تاني. شفتوا حياة زي كده؟ ناس مش عايشة لنفسها بقى. راحوا لسترا، وبعدين هناك لقوا ودربة، وفي دربة لقوا إنسان مقعد من بطن أمه، فراحوا حطوا إيديهم عليه قام ومشي. فجم بتوع دربة قالوا أنتم آلهة، الآلهة تجسدت قدامنا، وراحوا جابوا عجول وبتبحوها تحت رجليهم وقال لهم أنتم صورة الآلهة. وجه الكاهن بتاع زفس، زفس ده أحد آلهة اليونان، وقال لهم أنتم صورة الآلهة، إحنا هنعبدكم. فراحوا شقوا هدومهم الاثنين وقالوا لهم إحنا بشر زينا زيكم، عايزين تعرفوا مين الإله الحقيقي نكلمكم عنه. واتكلموا عن الإله الحقيقي وبشروهم وعمدوهم وعملوا كنيسة. وبعدين رجعوا تاني من بربا، راحوا لسترا وأيقونية، ويقول كده سفر أعمال أنهم كانوا يقيموا في كل كنيسة كهنة ثم صليا بأسوار. وهنا بأسوار في اليوناني تيجي بمعنى أسوار طقسية، يعني إيه؟ يعني يحملوا كهنة ويعلموهم إزاي يصلوا وإزاي يصوموا ويسلموهم الطقوس الكنسية والأسرار الكنسية، زي ما قال أنا بولس الرسول سلمتكم ما تسلمتهم من الرب. أنا في تلك الليلة أخذ خبزة وكلموا عن الفرزدين. بعد كده رجعوا هما الاثنين لأنطاكيا، ودي الرحلة الأولى. وفي أنطاكيا وهم لما رجعوا لأنطاكيا وجدوا الكنيسة في أنطاكيا ابتدت يخشها يهود يقولوا كانوا مسيحيين، يعني يهود بقوا مسيحيين، بس يقولوا إيه؟ إحنا مش قادرين نسيب الفكر اليهودي. فابتدت في أنطاكيا فكرة التهود، وكان ماري بطرس موافق عليها ضمنيا، يعني إن الإنسان المسيحي اللي كان يهودي وبقى مسيحي يحافظ على الفكر اليهودي، ولو أممي لابد إن هو يدخل اليهودية يختتن ويحافظ على الشريعة ويبقى مسيحي. بولس وبرنابا رفض الفكر ده، وراحوا بعتوا للآباء في أورشليم وقالوا لهم يا جماعة في فكر كذا إحنا مش موافقين عليه. فوقتها التلاميذ كلهم أجمعوا إنه يجتمعوا التلاميذ ويصلوا ويتناقشوا في القضية دي ويحسموها، وده كان أول مجمع للكنيسة سنة 48. والمجمع ده يورينا قد كده الكنيسة كانت روح واحدة، يورينا قد كده كمان كانوا الإيمان عندهم هو أول شيء بيهتموا بيه. وفعلا عملوا مجمع، أول مجمع كنسي برئاسة ماري يعقوب، وبعدين المجمع أقر وقال إنه لا نثقل، رأى الروح القدس ونحن بصوا، يعني روح ربنا قال لنا كده وإحنا كمان أن لا نثقل على الداخلين على الإيمان. وبعدين يمتنوا عن الزنا والمخنوق والدم وبس، بقيت الأمور بقى يعيشوا حسب الحياة المسيحية. والمجمع قال نرسل بقى بولس وبرنابا مع اتنين تاني بقى، اللي هم برسابة اللي هو كان اسمه يهوذا، وبرسابة وسيلة، يعني أربعة. قالوا خدوا قرارات المجمع ده ولفوا بيها بقى الكنائس اللي اتعملت في كل في الرحلة الأولى في العالم، قولوا لهم الكنيسة في أورشليم الأم بتقول إيه. وفعلا خرجوا الآباء علشان يبلغوا العالم الكنائس بالصورة دي. بولس وبرنابا راحوا أنطاكيا، وفي أنطاكيا فكروا قالوا إن هم يرجعوا تاني يفتقدوا الإخوة اللي هم بشروهم، يعني يروحوا الكنائس اللي بشروهم ويكملوا
الرحلة التانية. وبعدين وقتها ماري برنابا قال هاخد معانا ماري مرقس. ماري بولس قال لا، اللي سابنا في نص الرحلة الأولى ما ناخدوش معانا تاني. فحصلت بينهم خلاف. تقول لي ايه ده؟ قديسين كبار؟ اقول لك اه، في فرق بين خلاف وخناقه. يعني خلاف الرأي مفيش مشكله، هو رؤيه بولس الرسول كانت ان ماري مرقس سابهم في نص الرحله، فما ينفعش يبقى معاهم الرحله دي. لكن مش معنى هذا ان بولس الرسول ضد ماري مرقس ولا ضد ماري برنابا. اما برنابا الرسول اللي هو كان خال ماري مرقس بقى، يعني هو كان ماري مرقس ابن اخته، فقال لا انا هاخد ماري مرقس. وده كان تدبير ربنا. ربنا استخدم الحكايه دي انه بولس الرسول اخد سيلة وابتدى يعمل الرحله الثانيه، وماري برنابا اخد ماري مرقس وراح قبرص وابتدى يبشر في مناطق ثانيه. وفعلا برنابا الرسول اخد ماري مرقس وراحوا لقبرص وابتدوا يفتقدوا الكنيسه. وبعدين بولس الرسول راح سوريا وكيليكيا وديربا وليسترا مره تانية. لكن على اللي اكد لكم ان بولس الرسول ما كانش متخانق مع ماري برنابا، قال في رسائله زي رساله غلاطيا 2 يقول اعطوني انا وبرنابا يمين الشركه لنكون نحن الامم ارحمنا يا الله، اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، الذي تثني عليه الكنائس كلها، واغفر لنا ذنوبنا وليس ذلك فقط بل هو منتخب من الكنائس من الشرير بالمسيح رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمه يا ابويا حليم، ان كل الكنائس بتفتخر ليل فلوجته إيريني باسي صانع الخيرات رحم الله بربنا لأنه خلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا قبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا أتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا اسأل واحفظنا هذا اليوم مقدس كل أيام حياتنا بكل سلام إن جبي بانتوكراتور بشويس بنوتي أيها السيد الرب الإله الضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. لك يرحمنا الله ويتراف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلات وطيبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع مخافاتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزعها يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن هذه البيعة المقدسة التي لك وعن موضعك المقدس هزم الصالحات والنافعات، فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحيات
والعقارب على كل قوات العدو. يا ليتنا أحسن يا نمسين إلينا أمدنا وأسوأ تدري أكثر من أموت يوم شرتيك لسيبي تاني آنگلون شرتي برسم ستاس زين سوتير شرنا مالي اياتي ترامي انا سوشي قلبي تنرم تيبي لغن شرنا مالي اياتي وشير افواب شرن ماري اصحاب في اسواب ارغب لي البن شر ارتيا عينو شرن تبي تنوفي ماري اتباي تنو شرن شر وبيم شر رافين شر طماطير الابرانيون شر يون البن شر غير منكر بقوي بالشنكر الامان شر نشوي سنيون اوتينا أصلا شرنا ما سيتي سنشب ان شايف إيسوس بخريستو شرنا كل ما أرتيرو أشير يبا أنجل إلتي شربي أبو طولو ومرقب بسي أوريمو شرستيفتنو ذبي شرب ما أرتيرو شر بارسي دي أكونو وإتس مرؤون شر مكنو نما أرتيرو ويشير نشاي بغسل إني ويشير لي الغفور كيسم أرغى جيبتي أضار بني فترات اللاجئين وبات المرفور أبا مينا انت نيفايا شرنا قوضي ما أرتيرو شرين اشتم بطري اي ارشي شرين اخريت اغضا بشرتي رماتيرو اغنية قنو اغنسني اني مارتي رخلتي اتي اكلسي اغا مركزي اغا بشالك بابا بشرتي رماتيرو لي من راتي انت بخير اشتر اتهيت اني تستوت فوت سوى مريم شوي صريف ماني ميكو ايبون انسين النبي اترنا اترنا اتنا بكي اتنا انا تك اننا ما يسوى نياتي اتكي امو اونينا Φλογητέ, εβε προσευχήστασιτέ, ειρηνή βάση, εφανεύματι, أيضاً فلنسأل الله إلى إبداء بطال كل بربنا وإلى أنه مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح منذ البد أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة أبائنا الأساقفة أبائنا القمامسة أبائنا الكسوس وأخواتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعنياح كل المسيحيين لكي المسيح ولها ينيح نفوس الأجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا نصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق
ويعقوب علوم في موضع خضر علماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته. يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، إذ قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت ربك صالح ومحب البشر. اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد وواحد باسمه، وكل واحدة وواحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس، ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، واعطيهم ايانا نصيبا وميراثا مع كفه قديسي. شيني شاني
اذيل يوزا شفيرون اذيل يوزا تتي برسين وسيت اسميس بن سوتي او من انسا اسرس مس اس او اس او ام برسينوس يقول غره تنتي فوني انت غبري البي انجيلوس تنتي نم بشرات الموت وتي سيوتو كوتماريا شيني ابوليتين افنوتي شيني ابوليتين غبري شيني ابوليتو تنجي شيريني تنجي سيمو يا جلوس سوا غبري ابي شنو بنتي بارسينوس من انسابي از بصمت افتغلو مسخن بفساجير روتي ماري يا ماري جيمي غارن وي مصرينوتي بغارتي راي ربوت هو انت ميسن وشيرين بيتينا في الجيب شاي سيبن نوت بإثران وسنت دافيد ببيوت ونار إير أوريجن بإن ياكوب شاين انت بي اني بس بايت انت اوني اوسي اوتو كوسن سيوني بن ماتي هوي بشوي سيري نفكان النوبي نانيبو رسو سيلم ماريا مخنف اوي صاحب شوي فاوينا من بسم دريت طب ما فريا قن وتبيتي طب جو سنجي دافيد خلبي بصل مجا سوهرا سنجتي ورو ساوينا من مكبورو كل من موتي راس خلبي جو انتني جو جيتا سوني وطا الفيري تابولي سمي يروسالي تيمي لي غاري روس فنا المشرة نفتشو سي جامي ايبو الخيم بكيف او سي اتسود من اروماتا شيريناتي بارسينو سي ارو ام من الي سيني شيرف شوشون تي بنجنو اري اقبونا نمانو غير ديو اري بن مبيوتي مرستاتي ستنوت نارم بن شويسوس بخيرستوس كان النوبي نانيبو سكون اشتي الي سوسو بفايشن نافن كالوك تنت تاتسيس نانجيليكون نمني تغمني برانيون مبريل بفايشن نوبي من اشتي خمني انجيلوس نمني تغمني برانيون اتفاي خايسي بن شاينكرو ام نبغاري بكتايون جيدانيل ببرو في تيسون و اكتموف ابي مستريون انتتري اسن ريفتن قوس اوز اخري اس بي او وي بن سوك اكيشن نوفين اف بلم جميس برنروموس يو ان اس بي ريفتيون اكيشن نوفون انتي بارسينو دشير سيات من اموت شوي سينماتي راميسي امبسو تير ام بي كوزموس تير غبريل هري اقولو بي عرشي انجلس اسوه غبريل بي فايشن نو بفكان النوبي نانيبون نكد بي ابطول اسوه بي اف انجلس تيز بي مسري خاني امكب بي موناجن سنو تير اكي اكلو ايني روني تم بك اف انجليون اكت صابو بيوت نبشيري نم بمنم ما اسوه اكتين ابو الخير بكاكي اخو نبي ايني امي اكتمون بي اي كنتي ابقن اتبقي ابت تبو الخين دبل شي اسمون اخليا خد كنجن بلتير وتبقائي هو نكساجي ابو شبرك سنتي كوميني سلام لك يا الشهيد السلام للانجيلي السلام للراس المري مرقص ناظر الاله من الرب عنا يا نظر الاله الانجيلي ماري مرقص الرسول يغفر لنا خطايانا ضربت راسي لمرتي راسون ارشي ابسكوبوس انت بيبسيكي امو نتشي بيهم ببلاقوش راشي نفس نربي قويش انت ترياس اسقوا بتقرني ارثوذكسوس بشبير شمشني اسقوا ربي ترز بمكاريوس بزرون سواب انت ابنوتي برفتي زبنت بيقوهي لاقي كان انت بخريستوس انت سمكن من صوتي اربين اشتن عرشي ارس من امجنير ناغا نمبسنا نيفن روميني بيت بيت ما بن عرشي ارس انو ان امول غتيت با 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 بترد بمن اسا او اتنهوز شاي سري اقولو بين اشتن عرشي ارس اغا بترس يرمارتي لفكان النوبي نانيول دافيد غرب برو في تيس افتا منخن نبصل مجفا ينهان شوشوشي مشرتين اخون فافليون داود النبي اخبرنا في المدامير احملوا الذبائح
وادخلوا ديار انشير مدير خنراك وتي أبين نوسين وسيس هي أوه أبين تون في مراديس كن في نيوتي إس أوه أبنا الشهداء الإسكندرية قدموا أنفسهم ذبيحة واستراحوا في الفردوس في حدنا بين القديس شابي أبي تنت أبا مينا أشيخ نتن سوما سايس فيرن بي مرتيروس ريمين كيمي من بابا كيرلوس بما سوما إلى دير مريمينا أدخلت أجسادكم بجوار الشيد المصري والبابا كيرلوس السير اسمه تشيبي هو انسكوتو ايفا او انجني بتو انا نومو نيتا غوجه بشرب منو تن فوي سي خن فران مبشور هل يغزى ولي يرجع الى خلف الاشرار المنافقين القائلين انه اول الغيث عونا نبي اسم الرب قراني اكليسي يفو ينان قوكتن خبيناتي اتصودك جمون انطاني في ليرو خنن وقيق من اسلبسي اجعل ابواب الكنائس مفتوحة لنا وكملنا في الايمان المستقيم لانه ليس لنا سواك في ضيقت شدائدنا كتبوش تبوش موف انجب انشوي سيسوس بخريستوس جني بيلي انت آمنتي ان او اشجم قومرو كالوعد الذي وعد به ربنا يسوع المسيح ان ابواب الجحيم لن تقوى عليا شرتن اولي مارتيروس شرني شرتني مارتيروس أبا ماركوس بأبوستولوس من بابا بتروس يرو مارتيروس سلام لكم أيها الشهداء سلام لي أولاد الشهداء ماري ماركوس سولو البابا بطرس ختم الشهداء تبهم شوي سريه قنوني مارتيروس السواف انت تيني اشتين بولس راكوتي انت فكان النوغين انيمون اطلبوا من الرب عنا يا شهداء كنيسة القديسين الذين لمدينة اسكندرية ليغفر لنا خطايانا سلام لك أيتها العذراء ملك الحقيقي يا الحقانية سلام لفخر جنسنا ولاتي لنا ما نؤيد نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا سنكسي من نعظمك من نور حقيقة ومجيك عبر القديس والإله لأن كل إلهنا مخلص العالم وتخلص أنفسنا مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسول كل الشهداء الذين صدقين سبات كانت غفران خطايانا بشر بالثالوث القدوس له سواء من عين عبد الله ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرون ما لا يرون من رب واحد ان الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق ساوى الافنداء الذي كان كل شيء الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل الخلاص كنا نزل النساء مريم العذراء أن تصرف عنا على عهد بلاس بنتي تعلم وكبرى قام بين موات اليوم الثالث كما كتب جلس عن يمين أبي وإذا نيأت مجنين الذين أحيوا الأموات الذي ليس المكين قضاء نعم ننظر بسم الله من الزبدة ونمجده مع الآب والأمم نصف الأنبياء من شواح مقدس جامع رسولي ورحمة الله الخطايا تيجوشي بالخطايا أنا ساسي سنتني لما أتمي أنا خنت أونستي أمي نوتي ناي نانسي شو ناي إيرون شنهي تخارون أمي
ستيم إيرون آمين أوليم بك جنتي بالهارون جيم بن شيني خيم بك أو جاي أو كان إنو فينان إيفو أو شهداء القديسين دمكم نادر
لأجل الشهداء شهداء القديسين دشنتم أرضينا بناكم وسطينا من أجل البلدين شهداء القديسين سجلنا على الأوراق صابرين على الرورق للشهداء العراق شهداء القديسين يا حمادي والأمرامية اتحطمت القلوب على كل شهيد محبوب صباكم يا ولاد أيوب شهداء القديسين سيرتكم حلوة جميلة بترتيلة بقية لذكرى طويلة شهداء وأصدقاكم هنهنيكم لوصولكم لفديكم وصلاة هناديكم شهداء القديسين نورنا ليكوا جموع وعلينا في أزموع اذكرونا من يسعى شهداء القديسين ماري مرقص فرحا والبابا بطرس كمان لوجودكم معهم الآن شهداء القديسين بابطة وطرس الأمين يسند الرفق المعين شهداء القديسين يا أولاد القارب لنا جنود اذكروا كل النقود شهداء القديسين نفسر اسمك يا أخوان كل المؤمنين الكل يقولون يا إله شهداء القديسين أعنا أجمعين فلوجيتي اي ببروسفكي استاسيتي ايرني باسي يوماتي ايها السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الاطهار المكرمين قائلا ان انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس أذكر أيضا يا سيدنا
كل الذين أوصونا ومرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقونا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. بخوف أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع عنا بن شويس وبن نوتي وبن سوتير وبن روتيرين إيسوس بخستوس بشيري مفنوتي تنخيو نفش عيني بيوفا بن نوتي من مزامير أبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا، يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للإنسان المتكل عليه. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأنه من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد كحسب الحق. أقول لكم أنه من القيام هنا
قوما لا يذقون الموتى حتى يروا ابن الإنسان آتيا في مجد أبيه. والمجد لله نعظم كبير سقاق وعلي صاب الناس فتكي قائل مبارك أنت في النساء ومباركة يسبح في بطنك لك هذا مجدك يا والد الليلة كل حين اسأل الرب عنا ليغفر لنا خطايانا بصلوات جارية تمشي أيها السيد الرب يسوع المسيح الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل رباطات قد اسمحي الذي نفخ فوق تلميذ قديسين ورؤوس أطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ثم سكت أنعمت زين عملوا في الكنوت في كنيستك المقدسة أن يربطوا حلقوا بالذل لا سنطلب من صلاحك يا محبوب عشان عبيدك أبائي وإخوة وضعفي المنحني برؤوسنا أمامك دك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع كل رباطات خطايانا كنا أخطأنا لك بشيء بعلمه ومن جزاء قلب فعل وقوله بصغر القلب فأنت يا رب عارض ضعف البشر كصالح بالبشر اللهم اغفر لنا خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك آمين. استأذنكم كل في الكنيسة يبقوا قاعدين بالكمامة لو سمحتوا كل في الكنيسة يلبسوا الكمامة وتغطي لحد الأنف لو سمحت نغطي لحد الأنف بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. هقرا معاكم قرايه كده سريعه من انجيل معلمنا متى البشير اصحاح 20 فان ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح يستاجر فعلا لكرمه فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم لما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادع الفعلة واعطيهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين فجاء أصحاب الساعة الحادي عشر أخذوا دينار لكل واحد فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر
فأخذهم أيضا دينارا دينارا إلى آخر المثل الجميل ده اللي حكاه رب المجد يسوع، بمعنى إن ربنا يسوع المسيح بيعلم الناس وبيدعي الناس إنهم ما يقعدوش بطالين، إنما كل واحد يشتغل. إحنا طبعا النهاردة بنتكلم عن ضغوط الحياة والتجارب المحيطة بينا وعلاقتنا بالله، أو كيف إن الله بيعلمنا إزاي إن إحنا ما ندخلش في تجارب أو ما نسقطش تحت التجارب وما نتعبش في حياتنا تحت ضغوط هذه الحياة. فزي ما أنتوا شايفين كده أحبائي إنه ربنا يسوع بيدعي الناس إلى العمل، محدش يبقى كسلان. عايز تواجه ضغوط الحياة لازم تعمل. وبولس الرسول يقول في رسالته لأهل تسالونيكي الرسالة الثانية إن من لا يعمل لا يأكل، وقال اسلكوا بلياقة حسب ترتيب بنظام. وربنا هنا الحقيقة يعني وهو بيشرح لنا المثل ده مش بس بيقول إن الواحد لما بيشتغل يعمل يقوم يلاقي أجرته ويقدر يعني يعيش وبس، ولكن ده هو الدينار هنا بيرمز للحياة الأبدية. ويسوع في إنجيل الراعي الصالح يقول جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. يعني إيه؟ يعني أنا جاي علشان أعلمكم إزاي تكون لكم هنا حياة فاضلة، حياة ناجحة، وإزاي يبقى لكم كمان نصيب في الحياة الأبدية وهي الحياة الأفضل. يبقى الهدف بتاعنا واضح، من نجاح على الأرض إلى نجاح في ملكوت السماوات والحياة الأبدية. هو ده الحقيقة طريقنا مع يسوع المسيح. الحقيقة مع يسوع المسيح حياتنا لو عشناها مع يسوع بأمانة احنا مرشحين 100% ومؤكد لينا ان احنا نكون ناجحين في هذه الحياة. نحن لم نأخذ روح الفشل، بل أخذنا روح القوة والمحبة والنصح، يعني الحكمة. ربنا ادانا روح للنجاح يقودنا في موكب نصرته، وزي ما كان مع يوسف كان رجل ناجحا. ربنا بيعطينا حياة النجاح باستمرار، حياة النصرة باستمرار، حياة السعادة والفرح باستمرار. هو بيأهلنا لكده، دي حاجة طبيعية جدا لكل واحد مسيحي ان هو مؤهل بمسيحيته لهذه الحياة. يعني احنا مش دلوقتي مجتمعين عشان اكلمكم ازاي نواجه ضغوطات الحياة ونواجه التجارب بالله، لا، ده احنا مجتمعين عشان نتعلم ازاي نبقى ناجحين وفرحانين وسعداء في حياتنا. لما ربنا يسوع المسيح دلوقتي بيعلمنا ما حدش يقعد بطال، والأمين في القليل يقيم على الكثير، وعلمنا نكون أمناء، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وهو بيعلمني الأمانة دي، هل التلميذ اللي هيسلك في دراسته بأمانة هل ممكن يفشل؟ لا. هل الإنسان اللي بيعمل عمله بأمانة وبنشاط هل ممكن يفشل؟ لا. فكن أمينا إلى الموت، والأمين في القليل يقيمه الرب على الكثير.
إذن في حالة نمو مستمر ونجاح مستمر. لو أي إنسان ربنا يسوع علمنا بخرج الزارع ليزرع، علمنا عن الزرع والثمار، وعلمنا عن التجارة لما كلم تلاميذه والشعب السامعين إليه وعلمهم وقال لهم كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وأعطاه موازنات وقال لهم اذهبوا تجروا. علمنا إن إحنا نتاجر، وربنا مدح اللي رجع وقال له يا رب أعطيتني 5 وزنات وربحت 5 وزنات. نعم يا العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. هكذا اللي أخذ الوزنتين ما تقولش أنا وزناتي قليلة بس يلا تاجر واربح، المهم أنك أنت تتاجر وتربح. حاجة عجيبة جدا أن ربنا واحد مثلا زي موسى النبي وهو في قصر فرعون ما نجحش قد ما ان هو لما هرب وبعدين بقى اشتغل راعي غنم. لانه هو راعي غنم وبيرعى الغنم دي بأمانة، بس لقينا ربنا بيظهر لموسى وبيكبره قوي ويرفعه قوي ويدعيه خالص إلى أنه يبقى قائد الشعب. مش أنا سيبتك قصر فرعون، أنت هرجعك بعد ما تعيش الحياة الفقيرة البسيطة كراعي غنم بس تعيشها بأمانة، أرجعك تبقى سيدا لفرعون. مش افتخارك انك انت ابن لابنة فرعون، لا ده انا هرجعك سيدا لفرعون. شوف الواحد مع ربنا بيعمل، ربنا بيعمل معاه ايه. يوسف لما اتباع في ارض مصر اتباع كعبد، اتباع كعبد، متباع بيع، في افقر من كده؟ في مذلة اكتر من كده؟ في ظروف صعبة أكتر من كده؟ بس يوسف كان أمين، اتباع لفوتيفار فكان أمين على كل بيت فوتيفار. اتظلم، اتظلم، ظلمته مرات فوتيفار واضطهد. الحياة فيها ظلم، حياة الأرض فيها احيانا مظالم كتير الانسان بيتعرض ليه. اتظلم، اتحط في السجن، بس في السجن برضو كان يوسف الامين، امين في كل شيء بما فيها امنته على طهارته. وبعدين جوه السجن نبص نلاقي المسؤولين جوه تقريبا كده ريحوا على حس يوسف، اسمع يوسف خد انت المسؤولية، اسمع يوسف قود انت الناس دي، ريح انت الناس دي، شوف احتياجات انت الناس دي، انت مسؤول عن كل. بقى حاجة عجيبة جدا، بعدين يخرج من السجن ويبقى اعظم شخصية في مصر، ومش في مصر بس، وفي العالم في الوقت ده كله، لأنه أنقذ مش مصر بس من المجاعة، ده أنقذ مصر وأنقذ العالم كله. ممكن يا رب أترفع من عبد إلى أعظم شخصية في العالم؟ ممكن لو أنت أمين مع ربنا. كن أمين في كل وصية، في كل تعليم، في علاقتك الخاصة الشخصية بربنا، تكون أمين يرفعك. هو
هو دانيال لما هو والفتية وكده هوت لما كانوا في بابل مش كانوا مسبيين سبايا مسبيين متخدين سبايا حرب، ولكن بصوم وصلاة جه المسؤول عن اللي هم يعني بيرعوهم بقى مختارينهم كده ان دول ناس يتقربوا الى الملك واهتموا بتغذيتهم واهتموا بتعليمهم، وجم حطوا اكل قدام دانيال والفتية فقالوا لهم لا معلش احنا صايمين مش هناكل الاكل بتاعكم ده، احنا بس هاتولنا القطاني وكتر خيركم شويه الميه وكتر خيركم احنا صايمين. ايه الامانه دي بقى؟ شوفوا ازاي. طب وبعدين يجي بقى ايه الملك ملك بابل ويدخل في مشكله كبيره جدا عويصه، يدور بقى على كل الناس اللي بيقولوا عليهم الحكمه، فطبعا اغلب الحكماء من الوثنيين دول بيبقوا شويه عرافين على شويه سحره على شويه كلام زي بس يسموهم الحكماء، وهم شويه عرافين وشويه سحره مش اكتر. امام المشكله اللي وقع فيها ملك بابل نبوخذ نصر ولا واحد فيهم عرف يعمل حاجه، واتحكم عليهم كلهم انه الله. وبعدين طب ودانيال ده واحد من الحكمة هاتوه، لا ده مختلف بقى، ده بقى تبع رب السماء، ده بياخد الحكمة من فوق وبياخد الإرشاد من فوق وليه علاقة مع السماء إله السماء والأرض. ينجح؟ نجح. وقال لنبوخذ نصر، قال له الحلم وقال له تفسير الحلم، وخلى نبوخذ نصر سجد قدامه ومجد إله دانيال. الأمانة أحبائي، صوم وصلاة وأمانة مع ربنا ترفع تخلينا نقدر نواجه ضغوطات الحياة، نواجه ضغوطات الحياة من فقر ونقدر نتفوق جدا. ايه اللي معطل ناس كتير او ايه اللي عامل مشاكل عند ناس كتير؟ الكسل، ناس كسالة. واحد خد الوزنة بتاعته قال له يا سيد انا عارف انك انت بتقعد تطالب بحاجات وما تعبتش فيها، انا اخدت وزنتك اهدى فانتهى لك في الارض. ايها العبد الرديء والكسلان الشرير والكسلان، خذوا اطرحوا له الظلمة الخارجية. طبعا انه كسلان، اللي كسل في دراسته هل ده انسان في تجربة؟ ده مش في تجربة. هل ضغوطات الحياة؟ لا، الحياة زيك زي غيرك، بس اللي يجتهد بيلاقي، اللي ما يجتهدش ما ياخدش. فئة المستهترين، المستهترين دايما ناس تبص تلاقيه يرمي على غيره يقول لك ابويا وامي هم السبب، هم اهملوني وهم مش عارف ايه، وهم اللي بقول لهم عايز كده عايز كده ودوني كده ودوني كده ما يرضوش، ويرمي على ابوهم وبعدين يرمي على الكهنه ويرمي على الكنيسه، ما حدش بيسال عليا ولا ابونا ولا الخدام بيسالوا عليا، يقعد يرمي على ده وعلى ده. اصل المدرسين في ما بيشرحوش، اصل السنه دي مش عارف، وهكذا يرمي على الاخر. ده استهتار، ده انسان بيرمي على الاخرين دايما كل حاجه. هو هينجح ازاي؟ هيواجه ازاي الحياه دي وضغوطات الحياه؟ ما هو لازم يتعب. راجل مش عايز يشتغل وغاوي يقعد على القهاوي ويقعد يشرب مش عارف ايه ومع اصحابه ايه ويلعب ايه وبتاع، ولا دريان وراه زوج ولا وراه ولاد ولا اي حاجه، مستهتر
يقول لك ده مش مكفي البيت. طب بتشرب ايه؟ بتشرب سجاير؟ اه بشرب سجاير. بتشرب قد ايه في اليوم؟ بتكلفك قد ايه؟ طب لما انت مش قادر تكفي البيت ازاي بتحط السيجاره في بقك؟ ازاي بيجي لك قلب تحط السيجاره في بقك ومفيش لقمه في بق ابنك؟ استهتار. هتواجه الحياه ازاي بالشكل ده؟ ولازم تتعب وتتعب اللي حواليك المسؤولين منك. تعالوا بقى في الحياة الزوجية والحياة العائلية. أحبائي وإحنا واخدين وصايا إلهية تنجح أي بيت، أي بيت. ربنا يسوع المسيح بيقول كده: كما أحببتكم حبوا بعضكم بعض. محبته خلاته تنازل من السماء للأرض. طب وانت لما تعوز تتنازل لمراتك هتتنازل عن ايه؟ عن كرامتك يعني؟ قالت لك كلمة جرحت كرامتك؟ هو ده تنازل من السماء للأرض؟ تنازل وهو السيد وصار عبد، خادم. ما جئت لأخدم بل أخدم وأبذل نفسي فدية عن كثيرين. شوف المحبة ازاي. واللي هو ايه؟ ربنا يسوع يعني هو في المقدمه يقول لك زي ما عملت معاك اعمل، زي ما شفتني كده ايه اللي انا بعمله اعمل. كما احببتكم حبوا بعضكم بعض. قد ايه خطايا ربنا بيغفرها لك؟ بيغفر لك كتير قوي بلا حدود. يا على افكارنا مليانه غلط، يا على لساننا ويا غلطاته، يا على يعني أعمالنا كتير الغلط. وربنا عمال إيه؟ أقول له سامحني يا رب، يغفر. اغفر لي يا رب وسامحني. سيان قلتها له في صلاتي، قلتها له قدام أب اعترافي، قلتها له في أثناء القداس وأنا هتناول جسد ودم يسوع. يعطى لمغفرة الخطايا. ربنا عمال يغفر يغفر يغفر. طب يا رب لحد امتى هتوقف بقى وتقول لي لا مش هغفر لك بعد كده؟ ما فيش. من يقبل الي لا اخرجه خارجا، مش ممكن. طيب وانت بقى؟ عشان كده ربنا يسوع يعني حكى مثل عجيب قوي عن ملك غفر لواحد عليه 10,000 وزنه. جاه وقال له اوفي الدين اللي عليك والا هحطك انت ومراتك واولادك في السجن. قال له طب معلش انا معيش دلوقتي وبتاع، طب سامحني دلوقتي وتمهل بس عليا. قال له خلاص ما دام انت يعني اتمسكنت كده وطلبت كده ان انا اتمهل عليك، لا انا غفرتهم لك كلهم ال10,000. يوم يحكي يسوع يقول ايه؟ العبد ده خرج لقى بعد شويه واحد عنده يعني ليها عنده كده دين ايه 100. شوف 100 قدام 10,000 ولا حاجة. فقال له وفين الدين اللي عليك وإلا هوديك السجن. قال له طب تمهل عليا بس وكده وخلاص، أنا معترف إن الدين ده عليا وأنا هوفيك بس تمهل عليا. قال له لا 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 خدوه دلوقتي حطوه. أول ما سمع الملك باللي عمله قال له تعالى بقى أنا غفرت لك ب10,000، ما تغفرش أنت لأخوك بالمئة؟ أهو شفته بقى. طب تعالوا معايا نعيش بالغفران جوه بيوتنا، تعالوا نعيش مع بعض كلنا في المحبة. في بيت هيفشل؟ مستحيل. في زوج هيشتكي أو في زوجة هتشتكي أو في أولاد هيتعبوا ويتبهدلوا؟ مستحيل، مستحيلة يا أحبائي. لما ربنا يسوع المسيح ملك السلام وبيمنحنا سلام، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب إليكم واتجه. وبعدين يعلمنا يقول طوبى لصانع السلام، دول يبقوا أولاد الله. طيب تخيل كده أنك أنت جوه البيت
وولادك بيتخانقوا ولا حاجة، هتيجي تلطش في ده وده ولا هتصنع بينهم سلام؟ أصنع سلام، تعال يا حبيب ده أخوك وأنت أخوك، في إيه يا حبايبي؟ تعالوا نتفاهم، تعالوا. إيه رأيك في البيوت دي؟ هتبقى سعيدة ولا لا؟ أنجح بيوت. إحنا أحبائي مش عشان نواجه ضغوطات الحياة، إحنا عشان نعيش أسعد ناس وأنجح ناس. إحنا مؤهلين لكل حياة الفرح والنجاح. افرحوا في الرب في كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا، بيقودنا دايما في موكب نصرته. إذن يا أحبائي، إحنا نقدر نواجه ضغوطات الحياة لما نتكاتف مع بعض في البيت، الزوج والزوجة، وقاعدين يشوفوا الموضوع يتحل إزاي ونتغلب على الصعوبات اللي موجودة إزاي. صدقوني بدأ موجودة التفاهم والمحبة والتقدير والاحترام المتبادل والروح المسيحية الجميلة دي، مؤكد ربنا هيرشدكم، مؤكد ربنا هيبارك لكم. خلاص، دي ضغوطات الحياة وازاي نواجهها. لازم نواجهها بالأمانة وبالاجتهاد وبصوم وصلاة، وربنا يكون معايا كما كان مع يوسف كرجل ناجح، وكما كان مع دانيال والفتية وراجل ناجح، وكما كان مع موسى قال له معاك، وكمان مع يشوع تلميذ موسى وقال له زي ما كنت مع موسى أنا هكون معاك. وحياة ناجحة، ونجاحة على مستوى عالي جدا، من تحت خالص لفوق خالص. نقدر؟ نقدر. من جهة التجارب أحبائي، يعني احنا عندنا قواعد ربنا حطها لنا، يعني بيطمننا بيها. من القواعد اللي ربنا علمها لنا، مثلا بولس الرسول يقول كده في كورنثوس الاولى اصحاح 10، بيقول الله لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ويعطي مع التجربه المنفذ. حتى الحقيقه التجارب، في تجارب كتيره صدقوني بيبقى وراها بركات كتيره، او بتبقى على الاقل بتحمينا من انحرافات. بتحمينا وتردنا من البعد عن ربنا، زي الابن الضال لما بعد عن ابوه وراح بقى مع الزناه والزواني وبدد مع، لغاية لما جاع. تجربة جاع وبقى مش لاقي أكل الخنازير، يدوبك لما إنه فاق وابتدى يقول أما أنا كنت مفتري صحيح لما كنت في بيت أبويا ومش حاسس بالنعمة ومش بقدم شكر لا لله ولا لأبويا ولا كده، ولا شكرت ربنا على الحال اللي أنا فيه، ده العبيد في بيت أبي أحسن مثل، أحسن حالا مني. وكانت النتيجة أن التجربة رجعته، قالت أقوم الآن وأرجع إلى أبي وأعتذر وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماء قدامك، لست مستحق أدعى لك ابن بلج عنك أحد وجراء. عشان كده لما يعقوب الرسول بيقول افرحوا يا أخوات حينما تقعون في تجارب متنوعة، بيبقى عارف أن في تجارب الحقيقة بيبقى وراها بركة، بيبقى وراها تعليم. جايز تعليم الصبر، بصبركم تقتنون أنفسكم، فضائل معينة إحنا بنقتنيها من التجارب. جايز زي ما بقول ربنا بيحميني من نفسي من انحرافاتي، بيردني إليه، كل دي أمور ممكن يعني التجارب فيها تقول إلى خير. كل الأمور زي ما قال بولس الرسول في رسالة روميا تقول إلى الخير للذين يحبون الله والمدعوين حسب قصده.
كل الأمور تقول الخير للذين يحبون الله والمدعوين حسب قصده. احنا عايزين احبائي نتعلم بقى ازاي نعيش الحياة ونواجه الحياة بنجاح. عايزة شوية حذر وشوية تدقيق في الحياة، مفيش مانع نكون حذرين، ما نمشيش ما ننجرفش في اتجاه يعني طيارات كتيرة بتبدد أكتر ما إنها بتجمع، بتفرق أكتر ما بتجمع، بتبدد أكتر ما تنمي. علينا إن احنا نتعلم التدقيق، علينا نتعلم الحكمة، علينا نتعلم لغة التشجيع. الزوج يشجع زوجته والزوجة تشجع زوجها والاتنين يشجعوا أولادهم، لغة التشجيع. كل دي أمور أحباء نقدر نواجه بيها ضغوطات الحياة ونواجه بيها التجارب ونبقى باستمرار ناجحين وباستمرار موفقين. ويعني بنعمة ربنا يسوع المسيح زي ما هو وعد الراعي الصالح لينا إنه يعني جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. الحقيقة الحاجة الوحيدة اللي يعني الإنسان بيضر بها نفسه هي طرق الانحراف كلها. ابعد عن كل طرق الانحراف وارجع، وارجع إلى الطريق الصح. ارجع مش بس تبعد عن طرق الانحراف وترجع للطريق الصح، لكن جوه الطريق الصح تنمو فيه بقى من خلال الإنجيل والأجبية والقداس والاعتراف والتناول والاجتماعات والأمور الحلوة دي. وزي ما انتم شايفين كده هتتغذى باستمرار ب يعني كل عوامل السعادة والنجاح والنصرة، وتبقى بنعمة ربنا حتى التجارب يخرج منها خير كتير وبركات كتيرة، وتزود المحبة اللي بيننا وبين بعض والتعاون اللي بيننا وبين بعض. وربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم لأبد. أمين. أمين. الإلهان ابتلت ليك يحكي عالم نعماتك لكي يتطيع نصري عن العالم ناشم الغائم والذياب الشر يبارك فضل نسيه وخين اليوم فقعوني أنتيرو يا ملك السلام أعطينا سلامك لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك القوة والمجد والعز والبركة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحسن إليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع لك الملك والقوة والمجد لابد آمين. حبة الله الآب شركة ومهبة تستكون مع جميعكم. هنبتدي الوقت سهرة كهك، طبعا بنبتدي بصلاة نص الليل زي ما احنا متعودين. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهر دهور أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ولنا ذنوبنا كما نعفو عنها.
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع المقل قوم يا بن النور نسبح رب القوات لكينما علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمام جسدي ننزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. من قولك يا محي بالبشر أبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. من قولك محب بالبشر فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني. فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني. طفيت شفتاي صبح إذا ما علمتني حقوقك. لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك. اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموس قوات الهوتي. تحيا نفسي وتسبحك وحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرم من قدام وجه كل مبغض اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربات ربات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين. أصبحت نصف الليل مبارك قدم المسيح ملكنا ولانا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبو الملك. بركات على جميعنا أمين. قصاص يصفص الشريف إنجيل معلمنا متى البشير والتلميذ الطاهر. بركات على جميعنا أمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات فأخذنا الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا. أما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا. ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزيدنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحهن تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله دائما أبدين أمين. تنوشتم مكبر كريستوس نبكي وتنعصوص نبنى بمعي سواب جيئك إياك سوتي من نينان ها هو وزا الختن يأتي في نصف الليل. توب للعبد الذي يجد مستيقظا أما الذي يجد متغافلا فإن غير مستحق مدي معه. فانظري يا نفسي لألا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت. بل اسهري واصرخي قائلة قدوس 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 أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تلعسي لا تقفي خارجا قارع مثل الخمس العذارى الجاهلات.
بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم. ينعم عليك بعرس مجد الإله الحقيقي. أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحصن المنيع غير المنسلم. ابتلي بشرة المعاندين وحزن عبيدك رضي إلى فرح، وحصن مدينتنا عن ملوك نحاربي وتشفى عن سلام العالم، لأنك أنت يا رجائنا يا والدة الإله. أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام، اللهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والتي لأنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنون. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون 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 قدوس 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 رب السباوات السماء والأرض ما تمت وكرم ارحمنا ذلك الكل. أيها السادس قدوس ارحمنا لكم معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ودقات سواك. حل واغفر واصلح لنا العنسائت صنع بلا سنة بارك خفية وظاهرك رحمتك يا رب العزيزين. وجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأت ملكوتك وتكون مشيئتك. شوي سنين هللويا هللويا. تسبحت الخدمة الثانية والخدمة الثالثة من نصف الليل المبارك قدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من المزامير وتراتيل معلمنا داود النبي الملك. بركات على جميعنا أمين. قصاص يصفص الشريف من جيل معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر. بركات على جميعنا امين. ثم سأل احد الفريسيين ان ياكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، واذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت انه متكئ في بيت الفريسي اخذت قارورة طيب وقفت من وراء عند رجلاه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسه، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريس الذي دعاه ذلك قال محدث نفسه، لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته ما حالها، إنها لا خاطئة. فأجاب يسوع قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. فقال قل يا معلم. قال كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يفنه فسامحهما كليهما، فمن هما يحب أكثر؟ أجاب سمعان وقال أظن الذي سمحه بالأكثر. فقال له بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحهم شعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها مغفور لك خطاياك. فبدأت متكئون يقولون في نفوسهم من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟
فقال المرأة إن إيمانك خلصك فاذهبي بسلام. والمجد لله دائما أبدا آمين. تنشتم جبارك.